بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكامل الشريعة وخالص الدين وحنجنا لسانته ببير الخالق ويده بكمة العصوم المعتدين وخص ما شاء من نسبه التي بركي إلى أوج المعارف الحقائق وانفض عليهم من محور مواهب الدنيا تدر فلطيف شارك رقائق فاصبحوا ذات الأمة وقادتها إلى العزيز العليم سالكين بعباد الله تعالى من سبل الإرشاد على الصراط المستقيم وأنا الله علي عليم زاكي الصلوات والتسليم ووفقنا للاهتداء بهداهم والاقتداء بآثارهم والاقتباس من مشية أنوارهم في حل سليال لبيهم ما أطرت مناجب بعد سنة إسماعيل وهي وتليت عن فضائلهم فكانت إلى النور إلى الله داعية أما بعد فيقول المفتي نفر الكريم المنجي جعفر بن أسر بن عبد الكريم المرزنجي هذه ردت من حال القدب الرباني والأنس الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين النايلين من محلك قدر العارفين السيد الشريف وسرد الأترف النسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادر رحيم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. بلغ الله تعالى بنفس القوي الحبي جنة القرب والأماني وعيد ندمت من فرائد عملي وقوني لتتشنف بضراري أسماء الحاضرين عند عمل مني وحولي إن دخلت من كرم بعد رباب الطريقة ومن له في حالة الشيخ أجلة مقامة ومحمة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لا حلو الفلاح وسيرات تمشي صلك من تاج الأرواح رهبة في نشوى لكم ولبث مراكب الأخيار وسازال لسيب رحمة البركات الإزار إذ بذكهم تفتح أبواب السماوات الأنية وتنهل من أدرة القدس سبل الفيوضات الإلهية وفصلت بوسائط من لآل التراضي عنه وطلب الإمداد بأسراري فالجار بذكر لا درون عند أبو القنينية في أخباري وسميته بالوجين الداني في ذكر ودة ابن مناكب القدب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. فيقول هو الشيخ الكامل والجبذ الواسع ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة وتمكن التام والحال المنيفة والكمالات الشامخة القرب الرباني والنور السدع البراني والأيكل الصمداني والغاث النوراني وهو أبو محمد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه الفاتحة. ابن أبي صلح مسجن كيدا وسمكين جاكا دوسد ابن عبد الله بن حزيد بن محمد بن داود بن موسى بن عبد الله ابن موسى الجن بن عبد الله المحب ابن سلم سن بن سنس بن دمانين بن طالب وبن فاتمة زراء البطول
binti Sidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul nasamunga nani min syamsun nura wa min falaki samah muda nasamullahu fi wajah adam lumatum munat malaikatun samai sujuda nasamunga tabuwai afujata fi mad'i mada yarum juhuda اللهم انشر نفعات رضوان عليك وامدنا بالاسرار التي اودعت لديك.